السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم في هذا الفيديو راح بشرح لكم وبستعرض لكم افضل الحيل ومميزات لكاميرا جوجل لينس او عدسة جوجل. هذا العدسة جوجل تطبيق كاميرا خاص بجوجل، راح بشرح لكم الحيل او المميزات في حياتك اليومية. فحتى ما اطول عليكم في الفيديو نروح للشرح. اوكي يا شباب، مثل ما تشوفون هذا هو التطبيق عدسة جوجل، نستعرض لكم المميزات. اول ميزة يا شباب هو عندما يعني تكون في متجر ملابس، تريد تشتري ملابس، فاول شيء اختار بحث. بعد ما تختار بحث، الحين انت مثلا تريد تشتري ملابس، كل ما عليك انك توجه الكاميرا على الملابس. فانا عندي صورة محملة من جوجل، ما عندي ملابس اصورها الحين، فراح اختار يعني ملابس، احدد يعني اصور الملابس بهذه الطريقة. مباشرة راح يبحث عن الملابس نفسه في جوجل ويعطيك السعر، ويعطيك المواقع كم يبيعون السعر الثمن من أمازون وغيره. تشوف السعر وتقارن هو مناسب لشرائك لهذا الملابس أو لا، مقارنة بالمتجر اللي تريد تشتري أو موقع ثاني تريد تشتري. هذا هو الميزة الأول، إنك تقدر تشتري وتقارن بين السعر الملابس اللي تشتريها. هذا هو الميزة الأول يا شباب. فنروح للميزة الثانية. فيلا أوكي يا شباب، الميزة الثانية هو نفس ما تشوفون عندي نص مكتوب. شوفوا هاي النصوص، راح بعطيك المميزات اللي في موجود في جوجل عدسة جوجل أو جوجل لينس من خلال النصوص المكتوبة بخط اليد. أول ميزة يا شباب إنك تقدر تاخذ تصور النص بهذا الطريقة. اوكي، بعد ما تصور النص تقدر اول شيء تقدر تنسخ النص، يعني تقدر تضغط على النص ضغطتين وتحدد الكل وتنسخ النص. نفس ما تشوف عندك نص، نسخ النص، استماع للنص، عندك الترجمة مباشرة يعني خط اليد تترجمه. أوكي، عندك البحث، عندك أشياء كثيرة مثل النسخ النص. أوكي، مثلا الحين اللغة الإنجليزية، شوفوا هذا. أوكي، راح أحدد بهذا الطريقة، راح انتظر شوي راح يعطيني الاستماع. لو أضغط على الاستماع New freestyle. شوفوا راح يقرأ النص، تضغط تنسخ و تترجم. هذا هو بالنسبة للميزة نسخ النصوص وترجمتها بخط اليد وغيره. طبعا في ميزة ثانية، انك اذا كان عندك مثلا بطاقة عمل اوكي فيها ايميل، لاحظوا هذا هو الايميل، شوفوا لاحظوا لو اصور الايميل، عفوا صبر اعيد التصوير، لاحظوا لو اصور الايميل، شوفوا لاحظوا لو اضغط على الايميل بهذا الطريقة راح اقدر اضيف، يعني لو عندك بطاقة عمل في ايميل رقم او اي شيء مهم تقدر مباشرة تضيف الى جهات اتصال، يعني اقدر اضيف هذا الايميل اللي مكتوب بخط اليد او بخط الكمبيوتر، اقدر اضيفه لجهات اتصال، رسالة ارسال رسالة وغيره. هذا هو الميزة الثانية. فنروح للميزة التالية. اوكي، الميزة الثالثة هو التعرف على انواع النباتات والكائنات الحية. مثلا عندك نبات في المنزل في مكان شفته، تريد تتعرف على هذا الشجرة او النبات، او اذا كان عندك حيوان او نوع من الحشرات تريد تعرف شو هذا النوع الحشرة. كل ما عليك انك توجه الكاميرا
على نحو الحشرة أو النبات. فأنا عندي نبات هنا في الجهاز صورتها قبل، راح أختار النبات مباشرة تلقائيا، راح يتعرف على النبات وراح يعطيك النباتات أو الحشرات واسمها. ناس ما تشوفون شجرة نبتة الموز، راح تتعرف على شجرة النبات عن طريق كاميرا عدسة أو جوجل أو جوجل لينس. هذا هو الميزة الخرافية الثالثة. فنروح للميزة التالية. أوكي، الميزة الرابعة هو تحديد اللوكيشن أو تحديد موقع. مثلا أنت سافرت لمكان أو رحت لمدينة آخر، فلقيت تمثال أو لقيت شيء يعني عجيب عليك، فتريد تعرف هذا المكان وين. أعطيك مثال، مثلا أنا صورت هذا التمثال، شوفوا صورت هذا التمثال، راح اختار راح اوجه كاميرا جوجل لينس او عدسه جوجل مباشره للتمثال. مباشره الجهاز او التطبيق عدسه جوجل، التطبيق يتعرف على المكان التمثال ويعطيك اسم، شوفوا راح يعطيك معلومات عن الجزيره، جزيره الحريه. راح تنزل تتعرف على المكان وين، من الولايات المتحده. ناس ما تشوفوا راح يعطيك كل شيء تفاصيل عن هذا الجزيره. اوكي، ناس ما تشوفون لو اختار مثلا هذا شوفوا الحين راح يتعرف على التمثال، شوفوا يتعرف على التمثال، يقول لك هذا المكان اسم التمثال، تمثال الحرية. أوكي، يعطيك صور والمكان واللوكيشن بالضبط، تضغط على اللوكيشن راح يعطيك لوكيشن دقيق مكان هذا التمثال، الطقس وغيره. شوفوا راح يعطيك المكان وين، الولايات المتحدة، شو اسم التمثال. هذا هو طريقة الميزة أو الحيلة الرابعة للتعرف على المكان اللي انت فيها او تحديد لوكيشن لأي شيء في المدينة. وبس يا شباب، هذا هو ميزة. اوكي، نروح للميزة التالية. اوكي يا شباب، الميزة التالية هو التعرف على المحتالين اونلاين. يعني مثلا انت قلت لشخص او بنت طرش لي صور، يعني طرش صورتك لأي شخص أو أي حد. أوكي، فأنت تريد تتعرف هو صادق ولا لا. مثلا هاي الصورة أريد أتعرف هذا الصورة حقيقية من الشخص تم إرسالها ولا لا، راح يعني يحدد المكان من مأخوذة من الصورة. راح أضغط أختار الصورة بهذه الطريقة، راح الجوجل يتعرف على الصورة، راح يعطيك مكان صورة مشابهة الناس يشوفون موجود في هذا الموقع الشهير ومواقع أخرى. راح تتعرف ان الشخص صادق هو طرش لك صورة خاص به ولا لا، يعني تتعرف على المحتالين بهذا المفهوم. اوكي، بهذه الطريقة. وبس يا شباب، هذا هو ميزة الخامسة. أوكي يا شباب، الميزة السادسة هو استخدام كآلة حاسبة لحل المسائل الرياضية والكيمياء وغيرها من المسائل الأخرى في المدارس والجامعات، حتى المسائل اللي مكتوبة بخط اليد. كيف؟ ناس ما تشوفون هنا عندي مسألة رياضيات، حتى لو أي مسألة كيمياء فيزياء أي شيء راح يحلها عن طريق عدسة جوجل لينس هذا التطبيق. أوكي، وجه الكاميرا نحو المعادلة، وجه الكاميرا، شوفوا أوضح لكم، شوفوا راح أوجه الكاميرا نحو المعادلة. أوكي، راح ألتقط الصورة المعادلة مباشرة. المعادلة جوجل لينس راح يتعرف على النص وراح يضغط عليها ضغطة، يعني حدد النص المكتوب. ناس ما تشوفون يقول لك إكس، راح يعطيك الجواب مباشرة.
اكس ار ناقص 5 اكس ناقص 2 يساوي 7. هذا هو الحل. بهذه الطريقة يعني تقدر تستخدم كاميرا جوجل لينس أو عدسة جوجل كحل للمعادلات الرياضية والمسائل الكيمياء وغيره من المسائل الكتب الأخرى المكتوبة باليد أو من الكمبيوتر. وبس يا شباب هذا هو الميزة السادسة أو السابعة ما أتذكر. أوكي نروح للميزات أخرى. أوكي يا شباب كاميرا جوجل يمكن استخدامها كدور الطبيب. أوكي يعني شفت شيء غريب حبة أو أي شيء غريب في وجهك أو في جسمك بس توجه الكاميرا حول الحبة أو الشيء الغريب اللي في جسمك. فأنا مثلا بختار صورة من جهاز راح أحدد الصورة الحبة أو الشيء الغريب اللي موجود في الشاشة. هذا الجوجل لينس أو هذا التطبيق عدسة جوجل راح يقدر يلعب كدور الطبيب يقول لك شو هذا الحبة من شو راح يعطيك العلاج وأشياء تأكلها حتى تعالج وشو هو مضر ولا مش مضر. وهذا هو يعني عدسة جوجل تقدر تستخدمها كدور الطبيب. هذا هو الميزة طبعا. أوكي نروح للميزة التالية. أوكي يا شباب كاميرا جوجل أيضا تقدر تستخدمها كقراءة رمز كيو آر مثل ما تشوفون عندي هنا رمز كيو آر حتى الباور كود وغيره من مثل هذا الباور كود. شوفوا هذا الباور كود وهذا كيو ار تضغط عليها مباشرة تختار أو تتوجه الكاميرا على باور كود مباشرة راح يتعرف على الكيو ار يتعرف وراح يعطيك معلومات عن الكيو ار مباشرة. حتى لو عندك مثلا هذا الرمز يعني الرمز هذا باور كود مباشرة راح يجيب لك اسم البضاعة وسعره ومعلومات عن هذا البضاعة. وبس يا شباب هذا هو طبعا. يا شباب في مميزات أخرى ما إذا طول في فيديو بعطيك الشرح المفصل الكامل. مميزات أخرى كثيرة ما إذا طول في فيديو اكتشف أنت باقي المميزات. الرابط في الديسكريبشن ادخل هناك وقرأ الموضوع كاملة. وهذا هو الشرح كاملة شرحت أهم مميزات عدسة جوجل لينس مثل ما تشوفون هذا التطبيق. وبس يا شباب إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر. بس مع السلامة.